Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue lecture 47, starting unit 4, third year secondary English. النهارده هنكمل محاضره 47 في شرح منهج انجليزي ثالثه ثانوي، وهنبدا في يونت 4. احنا كنا خلصناها قبل كده، احنا بنراجعها للمره الثانيه وهنحل بعض التمرينات. طيب، let's share the screen and do just that. Okay. طبعا unit 4 as you know the title taking care of ourselves، يعني الاهتمام بانفسنا، taking care of ourselves. Before you start, read the list of activities you can do to help you feel good and add any other activities that help you. طيب يعني ايه الاكتيفيتيز او الانشطه او الاشياء اللي ممكن تعملها عشان تساعدك على انك تشعر بانك انت في شكل او في مود احسن وبصحه افضل يعني. فجايب لي هنا بعض الامثله او بعض الاكتيفيتيز، مثلا doing exercise، الناس اللي بتحب السبورتس exercises، التمرينات الرياضيه. بعض الناس مثلا بتحب drawing or painting، لو ما يبدا في الرسم او التلوين he or she feels much better، يعني mentally the mood improves and so on، بتحسن المزاج بتاعه او الى اخره. في ناس بتحب مثلا getting enough sleep، دي من الحاجات المهمه جدا عشان تشعر بالراحه. Eating healthy food، برضو healthy food is something very important، بعكس لما حد بياخد او بياكل fast food معظم الوقت اللي هو بيسموه junk food، بيكون في يعني fats and other things that are not يعني good for your health، يعني مثلا a lot of salt أو a lot of sugar when you eat dessert مثلا with a lot of sugar all the time، دي كلها بيكون لها تأثير سلبي على الصحة وعلى الوزن، يعني it negatively affects your health and makes you get fatter and makes you gain weight. فده بتبقى حاجة بتأثر على الأول حاجة your body، وبعدين your mood your well-being and so on. طيب going for a walk، دي من الأنشطة برضو الرياضية اللي الناس بتحب تعملها وبتخليها تشعر بتحسن. Taking talking to friends and family، التحدث مع الأهل والأصدقاء، دي برضو من الحاجات المهمة. فكل واحد بيختار حسب الأولويات بتاعته. أهم حاجة عنده مثلا if he doesn't feel well، he likes to talk to family and friends. واحد تاني مثلا he likes to go for a walk. حد تاني he likes doing exercise. أو أكتر من واحدة مع بعض، يعني عشان تشعر بتحسن وإن أنت بصحة جيدة وإن your mood is very good and you are in a good state، بتختار أكتر من بعض الناس، يعني تختار أكتر من activity تعملها مع بعض. طيب يبقى اذا الموضوع بتاعنا النهارده taking care of ourselves، ازاي نهتم بانفسنا من ناحيه الجسد ومن ناحيه المزاج او الناحيه النفسيه او العقليه. طيب هو جايب بعض الفوكابولاري، اوكي، وعايزنا نوصل الفوكابولاري بالمعنى بتاعها. انتوا عارفين مبدئي في موضوع الفوكاب، احنا اهم شيء في الفوكاب ان احنا نقرا الفوكاب في الكونتكست، يعني قطعه الريدنج اللي ورد فيها الفوكاب الاول نقراها عشان نقدر نحدد المعنى بتاع كل كلمه من الكلمات دي، لان في كلمات كتير ان انجلش لها معاني كتيره، a lot of meanings according to the context، وفقا للسياق اللي وردت فيه. وبالتالي خلينا نبدا نقرا القطعه الاول وبعدين نرجع للكلمات، هتكون سهل ان احنا نتكلم عنها. خلينا نكبر حتى الصفحه شويه وبعدين هنا مثلا نبدا نقرا القطعه. بيقول how to avoid burnout. طبعا هي معموله بوست كان هو في سوشيال ميديا او بلوج، فاحنا هنقرا الجزء ده وبعدين نشوف الايه التعليقات. بعدين نرجع يعني للفوكابولري نحلها مع بعض، نشوف الفوكاب ايتم والمعنى بتاعها. burnout is a mental health problem. الانهاك او الاجهاد هو مشكله عقليه او تتعلق بالصحه العقليه. That is affecting more and more people today because there is so much pressure on us to work hard. دي بتأثر على ناس كتيرة عشان في ضغوط متزايدة علينا كلنا في مجال العمل، يجب ان احنا نعمل بجد او يعني hard work، عمل شاق، and do everything perfectly، وان احنا نحاول نعمل كل شيء بشكل يعني في كمال يعني.
ففي ناس من نفسها هي تحب تعمل الحاجه بتاعتها على اكمل وجه، بس الاحساس اللي هو لازم يعمل everything perfectly بيخليه under a lot of pressure، وده مع الوقت بيخلي عنده burn out. burn out يعني feeling extremely tired، يعني بالانهاك والارهاق جدا، لان التاثير على الجسد والتاثير على تحط نفسك تحت ضغط عشان تعمل كل حاجه perfectly، ده بيخلي عنده حاجة اسمها burn out، يعني انهاك أو إرهاق شديد. تمام. When you experience burn out، لما تبدأ تشعر بهذا الانهاك أو الإرهاق، you feel exhausted. Exhausted يعني أنك متعب جدا. And you usually do not spend enough time doing things you enjoy. وتحت طبعا الضغوط والعمل اللي بياخد معظم اليوم، ما يبقاش عندك وقت ان تعمل الحاجات things you enjoy اللي انت بتستمتع بيها. طيب، you might stop doing hobbies. ممكن حتى تبطل تعمل الهوايات that you used to enjoy، اللي كنت متعود تستمتع بيها، and you may become ill. ممكن حتى يصل الأمر إلى أنك تصبح مريض جسديا more often than usual. يعني عدد مرات أن أنت يجي لك أمراض معينة يكون أكتر، طبعا نتيجة الإرهاق والإجهاد. As a result، نتيجة لذلك، people experiencing burnout feel like they cannot live their lives normally anymore. الناس اللي بيتعرضوا لهذا الانهاك والارهاق بيحسوا هم مش قادرين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كما في السابق يعني. طيب، burnout is usually caused by both decisions you make، اللي بيسببه هذا الارهاق والانهاك هو القرارات اللي انت بتتخذها about things that you can control، الحاجات اللي انت ممكن تسيطر عليها. For example, the amount of homework you have to do، مثلا مقدار الهومورك او الواجب المنزلي اللي انت بتعمله او اللي انت بتعمليه. And situations you cannot control، ممكن ايضا يجي نتيجه مواقف انت مالكش سيطره عليها، زي مثلا for example if you spend a lot more time on your homework than you have to because you want to do it perfectly، على انك مثلا بتقضي وقت اطول من المطلوب عشان عايز تعمل كل حاجه بشكل فيه كمال يعني perfectly. This is your choice، ده اختيارك انت، or the result of poor time management skills. وممكن يكون ده نتيجه poor time management skills، يعني مهارات غير يعني او انت ما عندكش مهاره الايه؟ تنظيم الوقت. يعني احيانا يكون الاستريس ده نتيجه انت مش قادر تنظم وقتك ما بين تعمل واجبك امتى وتستمتع بالهوبيز بتاعتك او هوايتك امتى، وبالتالي تتلاشى او تتلافى وجود البيرن اوت او الارهاق او الانهاك. تمام. طيب، if you are in danger of suffering from burnout، اذا انت معرض لهذا الخطر ان انت يبقى عندك انهاك او ارهاق، you will usually experience a lot of stress، هيكون او هتمر بمرحله ضغوط كتيره. Find it difficult to sleep، وممكن تلاقي ان انت مش قادر تنام. And have a lot of headaches، وبتعاني من الصداع or pain in your shoulders، او الالم في shoulders اللي هي your own shoulders and back، وفي ظهرك. Okay، shoulders اللي هو الكتفين يعني. طيب، يبقى ديت ممكن عايز يقول ان هذا الارهاق ممكن يتحول الى شيء جسدي، مش بس ارهاق معنوي او ارهاق في التفكير او غيره، لا، الا بيبقى له اثار على جسم الانسان. طيب، in order to improve your mental health، عشان تحسن من صحتك العقليه، you need to take responsibility for the things that you can control، يجب ان انت يكون عندك مسؤوليه في القرارات او الاشياء اللي انت ليك سيطره عليها. For example، if you find it difficult to say no when people ask you to do activities، لو انت صعب عليك تقول لا للاشخاص اللي بيخلوك تعمل او بيطلبوا منك تعمل activities او انشطه outside of school، بعد المدرسه او بره المدرسه، and you feel exhausted، وانت تشعر بالارهاق because of this، نتيجه هذه الانشطه، you could change this behavior، ممكن تحاول تغير هذا السلوك. يعني لو شخص طلب منك حاجه انت هتبقى تعبان جدا وانت بتعملها او لو عملتها، ممكن تعتذر بشكل لطيف وتقول نو. يعني حكايه نو مش مشكله، ان اللي يمشي مع شخص مش شرط يمشي مع شخص اخر، اللي يناسب شخص is not necessarily suitable for another، فانت لازم تتعلم تقول نو when something is not suitable for you، وده عشان تجنب الارهاق او الانهاك. Then you can start thinking about activities you really enjoy doing،
وايضا ممكن تبدا تفكر في الاكتيفيتيز اللي انت فعلا بتستمتع بيها. These should be activities that help you to forget about everything else. وديت مفروض ان هي انشطه تخليك تفكر، يعني تنسى اي شيء اخر that is happening، اللي هو بيحدث. يعني عايز اقول الهوبيز بتاعتك بقى بتخليك مستغرق فيها وما بتخليكش تفكر في اي اشياء اخرى such as drawing. ممكن مثلا هواية الرسم او painting، التلوين، تخليك مستغرق فيها وتنسى بقى ايه المشاكل اللي كانت عندك او الحاجات اللي ممكن تضايقك او اللي تسبب لك ارهاق او exhaustion الى اخره. Doing a sport مثلا، ممارسة الرياضة، or having real conversations with your friends، او يعني تقوم بمحادثات حقيقية وصادقة يعني بينك وبين اصدقائك، يعني تتكلم بشكل صريح معاهم and family ومع اسرتك طبعا. ديت حاجات بتغير المود بتاعك وبتخلي الاسترس يقل جدا. Activities like these are examples of self-care. لو انت بتعمل هذه الانشطة، يعني مثلا تمارس رياضة، تكلم اسرتك، تكلم اصدقائك بشكل صادق، يعني ده جزء من يعرف باسم self-care او العناية بالنفس. كده يبقى انت بتعتني بنفسك صح، و بتخلي نفسك غير معرض للستريس او البيرن اوت. طيب they help to promote، وايضا ده بيساعد في promoting يعني supporting better mental health، ان انت يدعم ان يكون عندك صحه عقليه افضل and increase your well-being، وايضا يحسن من الرفاهيه بتاعت الانسان. طيب كده احنا خلصنا الريدنج، نرجع للكلمات مفرده بقى دلوقتي وردت عندنا في السياق وعارفين معناها. أول واحدة burn out اللي هي situation where you cannot do anything because you are so tired. burn out يعني الإنهاك أو الإرهاق، إن في موقف، الموقف اللي أنت ما بتقدرش تعمل فيه حاجة لأن أنت متعب جدا وتحت ضغط، ده بيسموها burn out، إنهاك أو إرهاق. طيب كلمة exhausted برضو معناها منهك، معناها feeling of being اللي هو very tired. يبقى نشوف very tired بقى فين. Support لا، organizing feeling of being worried لا، describing a feeling of being very tired يبقى هو دي E. يبقى exhausted رقم اتنين هي E describing the feeling of being very tired، لما يكون انت مرهق جدا يبقى ده اسمك exhausted. يبقى exhausted معناها very tired، ممتاز. طيب نشوف الكلمة رقم ثلاثة cope. cope معناها يا جماعة A to deal successfully with difficult situations، انك تعرف تتعامل مع المواقف الصعبة بنجاح، يبقى ده اسمه cope. you are coping يعني معناها you are dealing successfully with difficult or tough situations. طيب نشوف الكلمة رقم أربعة اللي هي well-being، معناها الرفاهية، رفاهية الإنسان، معناها situation where you can do لا state of being comfortable healthy and happy. هي دي، يبقى ال well-being معناها كونك مرتاح، شخص يعني تشعر بالراحة healthy وبالصحة وهابي والسعادة، دي كلها على بعضها اسمها well-being، يعني رفاهية الشخص، يعني ان هو يشعر بالسعادة ويشعر ان هو مرتاح مش تحت ضغوط وانه هو healthy لا يعاني من امراض الى اخره، سواء جسدية او نفسية. يبقى اذا well-being اربعة هي C state of being comfortable healthy and happy. طيب نشوف رقم خمسة mental health، الصحة العقلية. هي بقى الصحة العقلية اللي هي بيقول how to handle stress، ازاي ان انت بتتعامل مع الضغوط، relate to others وتتعامل مع الاخرين and make choices وتقوم باختيارات في حياتك، دي كلها متعلقه بالمنتال هيلث او الصحه العقليه. يبقى mental health اللي هي دي how we handle stress، ازاي بنتعامل مع الضغوط، relate to others ونتعامل مع الاخرين، ايضا make choices ونقوم باختياراتنا في الحياه. طيب الكلمة رقم ستة improve. improve describing a feeling of tired، لا احنا خدناها قبل كده. improve معناها to get better، كلمة improve يتحسن هي to get better جي، هي دي أفضل معنى ليها، improve to get better اللي هي جي. طيب الكلمة رقم سبعة promote. promote قلنا support and encourage the development of something، يدعم، يدعم شيء معين أو يساند، يبقى إذا H promote معناها يدعم أو يساند، support and encourage هي دي. طيب self care العناية بالذات أو العناية بالنفس اللي هي
أقول سيلف كير، اللي هي نشوف أفضل حاجة ليها taking care of your body and how you feel. يبقى العناية بالنفس ديت شاملة الاثنين، البادي الجسم بتاعك وهاو دو يو فيل والمشاعر بتاعتك كمان. يبقى دي أفضل حاجة. I self care اللي هي taking care of your body and how you feel. طيب في عندي كمان نمبر 9 اللي هي time management. time management اللي هو تنظيم الوقت، وهو عبارة عن إيه يا جماعة؟ organizing when you do things اللي هي G، تنظيم إمتى بتقوم بالأشياء and for how long، و الفترة اللي انت هتقوم بيها فيها، يعني تستغرق قيامك بهذه الاشياء. يبقى انت بتعمل تايم مانجمنت، انت مثلا هتذاكر لمدة ساعتين وبعدين هتعمل الهوبي بتاعتك لمدة ساعة على سبيل المثال، وبعدين هتعمل كذا لمدة قد كذا، ده اسمها تايم مانجمنت، لا تنظيم الوقت، يعني organizing when you do things and for how long. طيب اخر واحدة اللي هي 10، ستريس الضغط او الضغوط، هي ايه؟ الضغط أو الضغوط اللي هي feeling of being very worried and scared، هي ديت اللي هي الستريس، اللي أنت إحساس إن أنت قلقان وخائف، ديت معنى اللي هي ستريس. يبقى 10 F. تمام كده يا جماعة؟ طيب إحنا كده خلصنا الجزء ده من اليونت وقرينا قطعة الريدنج، نشوف نحاول نحل الأسئلة اللي جت بعد كده. بيقول لي read the article again, make notes and answer on the answers to these questions, then discuss, compare your ideas in pairs. نحاول بقى نجاوب الأسئلة دي. What causes burnout؟ إيه اللي بيسبب يا ترى الإنهاك أو الإرهاق؟ طبعاً إن هو you have a lot of work to do، ده من أحد الأسباب. في بقى سبب تاني وقال برضه في القطعة إن some people try to do everything perfectly and this puts them under a lot of pressure so they feel burnout. في بعض الأشخاص بتحب تعمل كل حاجة زي ما بيقولوا بشكل كامل من غير ما يكون فيها أي نقص في أي حاجة، وده بيخليهم تحت ضغوط هائلة، حتى لو كان كم العمل مش كبير، بس كونك إن أنت تلزم نفسك يعني that everything that you want to do perfectly، يعني لما تيجي تعمل الهوم ورك تحاول تخليه من غير أخطاء نهائيا، لما تيجي تعمل شيء معين تحاول تخليه not يعني in any case أو in any aspect have a problem or have a deficit or have a مثلا something wrong. ده احيانا لا يمكن الوصول للكمال، يعني nobody is perfect زي ما بيقول، حتى في مثل بيقول nobody is perfect، مفيش حد كامل من كله، يعني لازم وانت بتعمل شيء معين تغلط في حاجه تعمل حاجه. وبالتالي الاشخاص اللي بتلزم نفسها، يعني if you put yourself under a lot of pressure to do everything perfectly، ده هيجي لك burn out اكيد، فده من احد الاسباب اللي وردت في القطعه. طيب يبقى ايه اللي بيسبب البيرن اوت؟ ان هو you have a lot of work او you have work but you put yourself under the pressure of doing it perfectly. ان انت بتحاول تلزم نفسك تخلي العمل اللي انت هتعمله ده بشكل كامل او مكتمل بدون اي اخطاء. طيب السؤال الثاني، what problems does burnout cause؟ ايه المشاكل اللي بتسببها بقى الارهاق او الانهاك؟ اول حاجه you feel very tired، بتشعر ان انت very tired، تعبان جدا. sometimes you can't even sleep، من كتر الارهاق والقلق ما بتبقاش قادر تنام، you cannot sleep. ثالث حاجه you don't have time to do the hobbies that you enjoy، ما يبقاش عندك وقت تمارس مثلا الرياضه او الهوايه اللي انت بتحبها. وبرضو البروبلمز دي بتعمل ممكن تأثر على البادي، you affecting your body physically بشكل جسدي، يعني مثلا you feel pain in your shoulders زي ما هو قال and also in your back، تشعر بالألم في الكتفين وفي الظهر. طيب number three، how can you decide if a particular activity can help you to avoid burnout؟ ازاي ان انت تقرر اذا كان نشاط معين هيساعدك ان انت تتجنب الايه البيرن اوت؟ ازاي ان ده يخليك تتجنب البيرن اوت؟ تمام، والله احنا ممكن مثلا نقول ان if I enjoy مثلا doing something like drawing or painting so I keep doing it، زي ما هو ورد هنا كده اهو، these should be activities that help you to forget about everything else. يعني عشان اقرر اذا كان الاكتيفيتي ده مفيد ليا في حاله الارهاق والانهاك ولا لا، بيقول لي لازم الاكتيفيتي يخليني انسى اي حاجه تانية
غير الشيء اللي انا بقوم بيه. يعني مثلا لو انا بعمل رسم دروينج او بينتينج وبلاقي ان انا بستغرق الرسم او البينتينج بيستغرق كل تفكيري لدرجه ان انا ما بقعدش بقى ايه افكر في حاجه قلقاني او حاجه مثلا a lot of work that I have to do، يبقى ديت اكتيفيتي ممتازه. اذا كان هذا الاكتيفيتي زي ممارسه الرياضه او practicing sport او doing sport بتأدي نفس الغرض، ان انا ببقى absorbed in it، يعني اكن يعني بتاخد او تستحوذ كل الاتنشن بتاعي، يبقى دي حاجه كويسه عشان بتخليك بتخرج بقى عن ايه نطاق الحاجه اللي بتقلقك. يبقى المعيار ان if the activity really absorbs me يعني مش يمتصني بمعنى حرفي، لا معناها ان انت بتبقى مركز في الحاجه ديت وبتنسى بقى القلق بتاعك. يعني انت بتلعب رياضه سايكلينج مثلا اللي هي ركوب الدراجات، او مثلا playing football او drawing او painting او talking with family talking with friends، اذا حاجه من ديت any activity makes me forget about my problems، يبقى هو ده الحاجه المفيده ليا في موضوع البرن اوت. طيب بيقول لي بقى اربعه، write one sentence summarizing what the last paragraph is trying to say. الباراجراف الاخير ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي I have to take care of my mental health، وبالتالي I should say no to the activities that make me very very tired. تمام؟ يبقى I have to change my behavior if a friend of mine wants me to do something and this thing will make me extremely tired or exhausted or make me feel burnt out. I will look, no, I'm sorry, you are my friend, but I cannot do this. زي مثلا ما اقول لك تعالى نعمل حاجه بعد المدرسه after school. زي مثلا playing football every day، فده يخليك مرهق جدا. او مثلا حاجه هتستغرق مثلا مجهودك a lot of your effort، فبالتالي مش هيكون عندك اي مجهود او stamina او effort ان انت تكمل بعد كده مثلا تعمل homework بتاعك او الحاجه المطلوبه منك، يبقى you have to say no. الحاجه الثانيه بيقولها لي ان when I decide on an activity to get out of my stress او to combat، عشان احارب موضوع البيرن اوت، يبقى بختار activity اللي هو that makes me absorbed in it and something that I like. If I like running, I should go running. If I like drawing, I should be drawing. If I like doing sports, يعني مثلا going to the gym for physical exercises, يبقى I go to do that. ديت حاجة مهمة. وطبعا talking with family and friends دي من الأشياء الهامة جدا زي ما علماء النفس بيقولوا لنا. تمام يا جماعة؟ طيب هو هنا بيقول لي language match the phrases from the article with the meaning of the modal verbs in ball. عايزين نوصل المعاني بالمعنى بتاع الفريزل المودال فيربس الافعال الناقصه دي. You might stop doing hobbies. يبقى هنا there is a chance that this happens. See. يبقى كلمه might يعني احتمال ان الحاجه دي تحصل. تمام كده؟ طيب اقول مثلا رقم اثنين the amount of homework you have to do. يبقى كلمه have to هنا معناها الزام يا جماعه obligation. يبقى it is a good idea؟ لا. It is possible؟ لا. There is a chance؟ لا. There is something that is necessary to do. يبقى دي. This is something that is necessary to do يعني شيء ضروري أو ملزم لك أنك تعمله، يبقى دي هي معنى have to. Have to يعني أنت يجب أنك تعمل ذلك، مش باختيارك يعني. طيب رقم ثلاثة you could become ill، يمكن أن تصبح مريض، يبقى يمكن ديت المعنى إيه؟ there is a chance، يبقى سي متكررة عندي مرتين that this will happen، وبالتالي هو عاطيلي اختيارين، يبقى ديت ممكن تكون معنى واحد اللي هي might ومعنى could إن حاجة ممكن تحدث واردة الحدوث. طيب رقم أربعة decisions you make about things that you can control. كلمة can دي معناها إيه؟ can معناها it is possible to do this. لما اقول I can swim يعني ان possible بالنسبة لي ان انا اسبح، يبقى كلمة can تعبر عن الability او possibility، يبقى it is possible او I am able to do something اللي هي can، اللي هي اربعة، يبقى اربعة B. طب خمسة these should be activities that help you forget. should دايما بتيجي بمعنى نصيحة او advice، يبقى it's a good idea to do this اللي هي A. تمام كده يا جماعة؟ طيب ننتقل للتمرين اللي بعد كده اللي هو speaking. work in groups, make notes or draw a mind map for your answers to the questions. what
could have a negative effect on your mental health. ايه الحاجه اللي ممكن يكون لها تاثير سلبي على صحتك العقليه؟ طبعا a lot of work مثلا without a break. If you always put yourself under the pressure of doing something perfectly, لو انت بتلزم نفسك تحاول تعمل كل شيء بشكل كامل وبدون اي اخطاء, what can you do to stop this happening? طب تقدر تعمل ايه عشان تقلل او تمنع هذا الكلام او التاثير السلبي انه يحصل على صحتك العقليه؟ اول حاجه take it easy زي ما بيقولوا, خد الامور ببساطه. Don't do a lot of work beyond your effort, ما تعملش او beyond your endurance اعمال كتير فوق الاحتمال بتاعك. ثالث حاجه you have to do a hobby or sport or talk to a family member or friends from time to time عشان تقدر تتغلب على هذه الضغوط. يبقى لازم تعمل مثلا ممارسة رياضة, sports, do something that you like a hobby, مثلا basketball, drawing, painting, swimming, whatever. And also talk to families and friends usually عشان تقدر تتغلب على ال negative effects of stress أو ال burnout. طيب, number two, is there anything in your life that you could change to improve your well-being? يعني هل في حاجة دلوقتي في حياتك يعني محتاج تغيرها عشان تتحسن الرفاهية بتاعتك وتشعر بالتحسن؟ آه, يعني مثلا if you hate your job very very much, لو أنت بتكره وظيفتك مثلا, and you have a chance to change it, وعندك الفرصة أنك تغيرها, do it, غير هذه الوظيفة لأن هي بتحطك تحت a lot of pressure, you don't like this job, etc. طيب حاجة تانية, لو أنت مثلا you do a lot of مثلا homework that you cannot handle, بتعمل واجبات كتير قوي ما تقدرش إن أنت تعملها كلها, يبقى إحنا نعمل organizing our time, نحاول كل يوم نعمل جزء معين, every day we do a bit of it أو a part of it, not all of it at once. في بعض الناس بتجمع كده حاجات كتير تعملها مرة واحدة, او على سبيل المثال حاجه شائعه جدا ان في طلبه بتفضل ما تذاكرش خالص فتره طويله وتيجي قبل امتحان مهم او المونثلي تيست او غيره وتبدا تذاكر, فبتلاقي عنده a lot of pressure لانه هو اصلا محتاج مثلا يراجع على 2 units 3 units مره واحده وهو ما كانش ذاكرهم قبل كده. يبقى this is another way that makes you feel stress. لو انت عايز بقى تحسن من الويل بينج بتاعك يبقى انت تنظم الوقت من الاول, organize your time, make a balance between studying and hobbies or studying and playing. طب سؤال الثالث, what activities help you to improve your well-being when you do them? ايه هي الانشطه اللي بتخليك تشعر برفاهيه وتحسن اكتر وانت بتعملها؟ والله ده يرجع لكل شخص بقى, واحد بيحب السباحه يبقى do swimming, واحد بيحب البينتينج يبقى do painting, واحده بتحب الرسم يبقى do drawing. وفي كل الأحوال كل الناس likes to talk to family and friends because they actually are honest with you, لأنهم صادقين معاك, they listen to you and they give you a good advice. وانت أصلا بتحس when you after you talk to a close friend or a family member that you actually feel much better. جميل جدا كده خلصنا موضوع اليوم أو الدرس الأول, نحاول بقى نشوف في الورك بوك تطبيق على الجزء ده عشان نحله مع بعض زي ما احنا متعودين. نشوف كده أول exercise في unit 4. تمام أهو, هو برضو بيتكلم عن كان جزء يعني من ال great expectations اللي هي القصة, يعني القصة المكررة بناخد منها بس الكلمات, فهناخد الكلمات دي نحاول نكمل بها الفراغات الموجودة. أول واحد a building that belongs to you, اللي هو مبنى يخصك او بتمتلكه, يبقى ده اسمه بروبرتي. بروبرتي يعني ممتلكات, ممتلكات او حاجات عينيه زي مثلا a building, land, something like that, بيسموها بروبرتي, ممتلكات عينيه يعني. طيب number two, an action that starts from this moment and continues into the future, حاجه بتبدا من الان وتستمر في المستقبل, يبقى بنقولها ازاي؟ from now on, من الان فصاعدا, يبقى الاكسبريشن بتاعها from now on, يعني something that happens now and continues in the future, يبقى from now on. طيب رقم ثلاثة, a person who gives someone money to help them improve their lives, واحد بيعطي فلوس لناس عشان يحسنوا من حياتهم, يبقى ده اسمه benefactor.
فين بقى كلمة بنفاكتور؟ أهو شخص محسن، يعني بيعمل إحسان أو بيعمل حاجة كويسة إن هو بيساعد الآخرين. Somebody who gives money to others to improve their lives. يبقى ده اسمه بنفاكتور. بنفاكتور يعني محسن أو شخص بيقوم بعمل طيب أو بعمل جيد يعني. طيب رقم أربعة، four. Feelings that good things will happen. إحساسك بأن الأشياء الجميلة أو الحلوة ستحدث. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى أقول شوف أفضل حاجة موجودة، feelings that good things will happen، المشاعر الأشياء الحلوة هتحصل. يعني أقول مثلا إيه، expectations، توقعات، توقعات بأن الأشياء الكويسة هتحصل يعني. يبقى ديت ممكن أقول عليها expectations، توقعات، زي عنوان الرواية اللي هي Great Expectations، يعني توقعات عظيمة إن أشياء حلوة هتحصل في حياة الإنسان. طيب رقم خمسة، an object or some information that shows something is true. يعني إما حاجة معينة، شيء معين، أو معلومة تؤكد أن الشيء ده حقيقي. يبقى ده اسمه proof، دليل. يبقى شيء بيخلينا نعرف أن الشيء حقيقي وليس مزيف، يبقى proof أو دليل، اللي هي الكلمة دي proof، proof. طيب رقم ستة، when you really want something or want to do something. لو انت عايز حاجة او عايز تعمل حاجة بشكل صادق، يبقى اقول ايه، my heart was set on، يعني انا متعلق بعمل الحاجة دي. my heart was set on يعني انا متعلق ان انا اعمل الحاجة دي، او انا عايز اعمل الحاجة دي. طيب number seven، something that is useful or good but difficult to do. حاجة مفيدة ولكن صعب ان انت تعملها. يبقى اذا be worth the effort، يعني تكون جديرة بهذا المجهود. حاجة جديرة بالمجهود يعني حاجة كويسة انك تعملها ولكن صعبة شوية. يعني مثلا المذاكرة هي حاجة كويسة تخليك مثلا succeed ان شاء الله with high marks وتجيب درجات عالية، لكن it is not easy to do. Sometimes you need to exert effort، تبذل مجهود عشان تعمل هذه المذاكرة. طيب يبقى آخر واحدة، eight. all the people who live together in one house. الأشخاص اللي بيعيشوا مع بعض في نفس المنزل اللي اسمها household. household هو مجموع الأشخاص اللي بيعيشوا مع بعض في نفس المنزل، يعني مثلا father, mother, children، لو كان معاهم حد زي مثلا grandfather, grandmother، يبقى كل دول مع بعض بيسموه الهاوسهولد. يبقى الهاوسهولد هو البيت والأشخاص اللي عايشين في البيت. ده الفرق بين كلمة house وهاوسهولد. household يعني مجموع الأشخاص اللي بيعيشوا في مكان معين. طبعا احنا ما بنعملش القصة كأحداث وشخصيات، فاحنا مش معنيين بالسؤال ده، بس ممكن بعد كده تحل لنا سؤال عن احنا على فكرة حلينا آخر تمرين في يونت 4، بدأناه الأول اللي هو بالقصة، يعني كان المفروض نيجي من الأول خالص. فانا هدي لك بقى انت هوم ورك، اول حاجه في يونت 4 اهوت في الورك بوك، اللي هي التمرين ده مقارب جدا للي احنا عملناه، تقريبا السبع ثمان كلمات اللي احنا شرحنا معناهم هتكمل بهم الفراغات الموجوده ديت من واحد ل 10. هم 10 كلمات وجاوب ومجاوب هو سؤال، يبقى قدامك تسع جمل هتحل لنا كل جمله فيها فراغ، هتملى الفراغ باستخدام كلمه بيرن اوت او كوب او اكزوستد الى اخره. وإذا وقف معاكم حاجة يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات وإحنا نعيد حلها مع بعض في الفيديو القادم إن شاء الله. Thank you for watching and I will see you in the next one. Bye for now.